خالص، دي لا يمكن تسامحني. دي شافت الكاميرا. ايه ده، الحلقة دي هتبوظ ولا ايه؟ اعمل ايه؟ اطلع؟ طب خلاص حاضر. يا تامر، شادر 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 ماي، بس بس خلاص 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 يا مي، خلاص انت شفت الكاميرا. طيب هعمل ايه؟ سوري سوري، كده يعني معلش هتطلعني كده قدامك؟ لا بعد الشر، بعد الشر. خلاص 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 خلاص، اهدي 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 بس حبيبتي، اهدي بس. انا مالك يا ابني تعمل فيا كده؟ سوري، بتطلعني قدام الناس يا مي. طب انا اسف، انا قلت انت هتيجي تقولي للناس كل سنه وانتوا طيبين. الناس الناس لعلمك بتحبك جدا. لا انت فاكره ان انا شوف بنتي تاني؟ حرام عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليكي، بعد الشر عليكي. صدقيني، بصي بصي، انا بصي، لا لا مي مي لعلمك. طب سوري بس انا هقولك على حاجه، انت شفت المصور شفتيه ازاي؟ من كتر الخوف بتعامل باي حد لقيت على الارض هنا. خلاص معلش، شفت الكاميرا. سوري انا اسف.